من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء. فكل مجتمع ودولة تفاخر بنظامها الصحي، فماذا عنا؟ انتظرونا في 8 مساء يوم 20 سبتمبر في حلقة جديدة من برنامج حديث الضالع، لنناقش موضوعا جديدا وهو موضوع الوضع الصحي في محافظة الضالع. نناقشه من زواياه المختلفة، نسلط الضوء على الكثير من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، ولننظر إلى ما كان يوجد لدينا نظام صحي أم لا.